النهارده كان في مؤتمر مهم جدا في النادي الاهلي للاعلان عن الراعي الثالث للنادي وهو شركه جي ال سي. وكالعاده مؤتمرات النادي الاهلي منتهى الشياكه، منتهى الرقي، منتهى التحضر، منتهى التنظيم. صوره حلوه، انتوا شايفين صوره حلوه اهي، واخدين شايفين، شايف التنسيق. الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، السيد رئيس شركه جي ال سي او يعني المسؤول عن الشركه، تمام، وكمان المدير التنفيذي في النادي الاهلي الدكتور سعد شلبي، ومدير التنفيذي للشركه بتاعت جي ال سي. الناس موجوده، رؤساء النادي او رؤساء الشركه واقفين وراه بيشوفوا عمليه التوقيع، الامور ماشيه بالبروتوكول المعتاد بالشكل المميز بحاجه شيك قوي 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 قوي. وده ثالث مؤتمر بالنسبه للنادي الاهلي بثالث راعي. فبصراحه النادي الاهلي انا يعني الواحد بيفتخر بصراحه ان هو بيشوف الكلام ده في النادي الاهلي، وحاجه مش جديده على النادي الاهلي. لكن تمسك الرعاه بشكل غير يعني مش عايز اقول غير مسبوق، لان دايما الرعاه دايما ورا النادي الاهلي ودايما بيتهافتوا على رعايه النادي الاهلي، بس قصدي بشكل كبير جدا جدا منافسه كبيره على انك ترعى النادي الاهلي. ده اللي يدل على مدى قيمه هذا النادي وعظمته، ومدى يعني الانجازات اللي بيقدر يحققها والنتائج اللي بيقدر يوصل لها والمحافل اللي بيشارك فيها ومدى جماهيريته وشعبيته اللي هي الاكبر في مصر وفي الوطن العربي والشرق الاوسط. يعني الاهلي ليه جمهور في كل حته في العالم، الاهلي اكتر من اكتر الانديه اللي فيه تفاعل ليها على السوشيال ميديا، النادي رقم 5 تقريبا على العالم، يعني على العالم. ها، فطبيعي ان يكون ده الناتج، طبيعي ان احنا نشوف الحاجات اللي زي دي. فدي كلها امور تدعو اي واحد اهلاوي للفخر، تخليك تفخر كده بتشوف الاهلي بالمنظر ده، لازم تبقى مبسوط ولازم تبقى فرحان يعني. فخطوه من ضمن خطوات المميزه جدا جدا، ان شاء الله نتمنى التوفيق في هذه الشراكه الرائعه ما بين النادي الاهلي وشركه جي ال سي، بخلاف طبعا الرعاه الاخرين اللي تم الاعلان عنهم على مدار الاسبوعين اللي فاتوا. لكن كمان النهارده كان في كلمه مهمه جدا جدا للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، والكلمة هنذيع منها جزء، بس جزء مهم قوي برضو لأن في رسائل عديدة أتمنى أن الناس تاخد بالها منها، وأتمنى أن الناس تحاول يعني تحقق أحلام المصريين من خلال هذه الرسائل اللي ممكن يقولها الكابتن محمود الخطيب، واللي ناس كتير جدا قالتها على مدار الساعات اللي فاتت والأيام اللي فاتت من ساعة ما المنتخب المغربي الشقيق بيعيشنا هذا الحلم.